التعوضية هذه الموجودة في ولاية الكاف اللي منها من النجاة والفتح بالسرس، النجاة بمعتمدية التجريب والفتح بالسرس، كانت تخدم تحت يعني باسم وحدات الإنتاج، وكانت تنتج وكانت تبارك الله حتى في اليد العاملة في الضيعة هذه مثال كانت قرابة 30 عامل تخدم ما بين 5 و6 إطار والبقية عمال، وضيعة السرس كيف كيف. بعد في 96 خرج قرار شفوته في الفيرمات هذه اللي ما يسموهم هما بالمستثمرين، ما يسمى كان جو الاخر مستثمرين والله ما قال حد لحد، ما هما ما يسمى بالمستثمرين. وصباح بركه يعني الخيان وقت جو باش تسلموا تصدينا ليهم على الاقل لضمان العقد، املك الدوله وزاره الفلاحه والمستثمر جديد هذا اللي يسموا فيه هما مستثمر، يعني قاع اليوم من غير حتى استشاره الاتحاد العام التونسي للشغل ولا تفقديه الشغل، عطينا نسلموا وكهو على راضيين نزربوا. نحن طلباتنا وشني تتمثل في مركب فلاحي يشرف عليها 9 ولا 10 ضيعات هذوما الموجودين في ولايه الكاف، اللي ولايه الكاف الوحيده في الشمال الغربي اللي ما عندهاش مركب فلاحي، يكون تحت اشراف ديوان راضي الدوله. هذه ما طلبنا نحن بسيط وبسيط جدا. وعلاش نحن طلبنا الطلب هذا؟ خاطر الخدامه مساكن عانت قرابه 14 و15 سنه من عام 96 حتى ال 14 جانفي. ناس تعاني تكلت حقوقها ما تثبتش عليها في الضمان الاجتماعي، ثم ناس خرجت مساكن يعني ياخذ في 100 و150 دينار وهما مهندسين متخرجين من الستينات، واحنا كعمال وكإطارات اللي موجودين في الضيعات هذيا مش نتصدوا ليهم ومش نساعدوا الامور ولو ادى الامر، يعني مش نبهم كيفك مش نلموا رواحنا من هنا بنسانا بذرينا بصغارنا بكل شيء ومش نهاجروا من البلاصه هذه، سلموا نمشوا على رواحنا، كان مش يلزونا ويهبطوا لنا قوه عام وكل شيء تو نمشوا من البلاصه هذه وكهو نهزوا نسانا وذرينا واحد ونمشوا على رواحنا. نمشوا للجزائر شقوا من هنا نمشوا على رواحنا، علاش قاعد انت مادام تقول لي حقي. الولاية ذي مهمشينها في كل شيء، الولاية ذي مهمشينها في كل شيء، مهمشينها في الصحة، مهمشينها في الطرب، مهمشينها في الفلاح، في كل شيء مهمشين. نحن مطلبنا الأساسي طالبين مركب. المستثمر الأول هذايا كانت في عهد تعضي الدولة تخدم في 80 خدام و70 خدام خاطي نساء ومترسم أمورها واضحة، ودولة تنتج فيها 200 بقر متاع حليب، فيها تربية الراخي، فيها تربية الماشي بالألفين نعجة، فيها كل شيء، الدولة أمورها مريقلة. كي جاء نظام بن علي أعطاها المستثمر، مشيت ربح كان المستثمر، عبى هو وفي الاخر وش يعمل هو تو الحكايه الكل العاملين يربحوا في الاخر يقيدوا فلس. كي يخرج يخلي الفيرمة سواء ذي سواء في معتمدية أخرى يخلوها مرهونة للدولة ومخروب، البيبان قلعوه ما خلوا فيها شيء، راه جابين الفيرمة ولد. حبينا باش نستثمروا في الكاف ونعملوا حاجة باهية وكذا وكل، مشينا هزينا الكراس هذه وبدينا نخدموا معناتها، وحضرنا الدوسي نتاعنا وبعثناه للوزارة اللي هما معمول بها معناتها اللي لابيال تشرف على كيفاش احنا باش نتحصلوا عليها الضيعة هذه، وبرشا ناس زاد شاركت معانا وكانت معناتها هما حتى حطوها في المراتب، حتى نهار اللي زكونا قالوا لنا يعني راه باش تجيو باش راكم انتوما معناتها دوسياتكم افضل وخير وفيها دراسه باهيه معناتها ومنظمه ومعناتها وفيها ضمان بنكي معناتها قوي برشا. مشينا وجينا في المرتبه الاولى وثم ناس في المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه، وجو حتى على مستوى وكاله الاستثمارات الفلاحيه حتى المتزكاوش وماخذوش الضيعة هذه قالوا لهم شنو السبب وعلاش السبب وشنو الناقصين. هذه كيفاش صارت العملية؟ ممنوع علينا باش نصحتوا أي عام قانونيا، وإحنا كي جينا خذينا كايد شارج من وزارة الفلاحة، هاي هام شنو وريك من وزارة الفلاحة عندنا برسونال أدمينستراتيف 2 وأوفري أغريكول 8، وهم عددهم أكثر من 20. لا مش هيك عاد 8 عنا 10 مستعرفين به ما عناش مزية. في الأثناء
بعد ما خذينا كيد شارج وذي الموافقناه مع ثلاث وزارات يجوا جماعة اتحاد الشغل يقولوا لي لا راهم ثم سبعة اخرين. جلسنا مع السيد الوالي قالوا لي راهو ما ثماش هذا راهو حكاية ثم سبعة اخرين خدموا مع الديوان. انا بالنسبة لي انا ما في باليش به الديوان هو اللي خدمهم اللي هي ديوان الاراضي الدولية وقت وقع اسقاط الحق من المستثمر الاولاني وتسلمت الديوان الارض هذه هو اللي خدمهم يتحمل مسؤوليته. احنا كارينها لمدة 10 سنوات مقابل التجديد على 40 سنة. اذا كان انت مريقل وتخلص في وقتك وما عندكش مشاكل مع السنة اساس اوتوماتيكمو الكونترا يتجدد. وقديه المبلغ معي في العام؟ المبلغ في العام على التقييم تاع وزارة املاك الدولة. ما نجمش نعطيهولك انا هذا ما نجمش نعطيهولك هذا يعلم هما التقييم باش ندفعوا وهما يكلمك معناتها ثم عاملين لينا الخمس سنين الاولى صوم والخمس سنين الثانيه صوم. كان المستثمر الاول هو مده حياته هو يخدم فيه ودخلنا للحبوسات ولادات لتفرت مشت للمهدية مشت لقصر السيف هالقعود نال العزيزة والشايب قاعدة وحدي كان الموت الموت وحدي من المستثمر له حتى ثنية والله 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 يا ثنية ولدي يحفزها برجل يمشي يجيب له حرس عود خضراء ينحاه ينحاه لقت بي في خبز لا وقفوا قدام الحاكم المستثمر له ها فرتنا بنات عم تشوف الديار راني كل فرغ را غير ما عندوش مقاش بناية عمي قعد على طب الدجاجة ما تدخلش هيك الساحة ذيك من هو جاب لنا كليه وقول ما تعدوني شان وريت القرن العار هذاك من غادي هنا ما نطبوهش هليها بناية عمي كيفيش ونعسوا علي وتواتي تحريق نمشوا نفسعوا الدوار كامل ليل ولا نهار ونعسوا علي وديما معاه وكل خدامة تخدم ليل ونهار ابنة عمي هزينا هزينا ما عندناش الثورة يخلف على الثورة جيت الثورة هو خرج هو خرج خرج بها شكون يعرف علي وكانت حبيت نوريهولك في السلس نتاع الفيليات والخيريات وخلف في تونس عبى بها هو الدولة دولتنا بيه ورضنا بيه فيها المي على كل شيء يخدم ويكون في روح عيال خدام حتى سبع خدام مساكين تاكل كل نهار خلص فيها من الحليب برك منين باش يربح الدولة ذاي؟ هذاي مستثمر هذاي مستعمر مش مستثمر، لكن نهار جاي لهنيكينا روحنا من هنيكينا جايب لنا القوة العامة لهنا. القوة العامة جايب لهنيكينا. ثلاثة باقات مع بين كل واحد فيه 25 واحد، وجايب لنا السلاح لهنيكينا على العباد.